طول، الو وينك مشغول؟ الو وينك شو عم مشغول؟ لو سمحت فلان الفلاني بدي منك هالغرق، مشغول؟ تجيب لنا مع مشغول؟ ممكن بدي احكي مع مشغول؟ طب رجع على البيت، بدي مشغول عم بشوف شغله مهمه، بدي شو انت كنت بالكونغرس؟ انه دائما لما بيقول لك الرجل مشغول، لا في رجال بيبقوا فعلا مشغولين، بيبقى على عاتقهم عمل بده ينجزوه، وانتو كل ساعه والتاني بتتصلوا فيه. لا والاحلى من هيك لما بتتصل فيه بيكون بالشغل، بتقول له شو عم تعمل؟ والله انا بقول لك شو عم يعمل، استنى وصلت لعندي، انا موجود بالشغل، انا موجود عم بشتغل، شو بكون عم بعمل؟ بيقول لي لا، بيقول لي خلي بيناتنا سلام. انا بقول لك من اللي عم شوفه، انا ما رح جيب من برا. 24 ساعه عم شوف هالشباب بهالباركينج عم بيدخنوا، 24 ساعه عم شوف هالشباب بهالكافيتيريا عم ياكلوا، 24 ساعه عم شوف هالشباب ملمومين عم يحكوا على شي شغله، عم يلعبوا ببجي، عم يلعبوا جواكر. منين جبت جواهر ما تسالوني؟ 24 ساعه عم تفكر يا دوب يا دوب ها تلاقي كل واحد قاعد على هالكمبيوتره وحاطط راسه براس هالكمبيوتر من اللي بشوفه. هو بدوام عمله؟ دوام عمله هيهم. طيب وسواليف لما وطلع لكم هالرجال عندهم سواليف كتير بدوام عمله، ما له حق ببريك؟ طيب بهذا البريك ما له حق يرد عليها ويقول لها شو بدك؟ لا لما بيكون واحد عم بياكل، نعم مره طيب. ما تقولي بالكافيتيريا عم بياكل، ما اساس تطبخ له ليش عم ياكل؟ شو اساس عم تطبخ له ليش عم ما ياكل؟ ما هو هيدا اذا طبخت له، اذا طبخت لا لا ما هو هو لو كنت عم تطبخ له ما بياكل بالكافيتيريا. شكرا. بس كيف في يعني ما تقول لي انه في بني ادم بيداوم من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 6 المساء يا علي انا ما بيقدر يحك راسه؟ لا بتحك راسك وبتحكي مع زملائك وبتدخن وبتعمل كل شيء بدك اياه وبتفتح مواقع التواصل وبتقرا البوستات وبتقرا الاخبار وبتشاركها مع اصحابك، وخاصه اذا كان في مباريات بيتحول الشغل لجلسه مناقشه. انتم حرين، بس ما تجي تقول اخر شيء للمراه انه انت والله مو قدران ما عم تقدر تحك راسك. طيب سؤال، يعني هالحديث وهالحوار ليش ما بدور داخل البيت، يعني بين المراه والرجل؟ لانه انت مو قاعد معي، يعني على الشغل لحقته معي بالسياره لحقته بالشغل لحقته بالاجتماعات الصبح، بقول له مشغول عندي اجتماع. يا دي هالاجتماعات بدي اقول لك كلمتين، عيني البلد واقفه والحال واقفه، اجتماعات ما في والناس ما لها خلق تاخذ وتعطي مع بعض. نص ساعه كبيره ساعه الاجتماع، قد ايه نص ساعه ساعه الاجتماع؟ انت حكمت على الكل هيك يعني برايك؟ يا سيدي ثلاث ارباعهم.